هلو ماي دير ستودنتس، اهلا بيكم حبايبي الحلوين برايمري 3 في حلقه جديده ودرس جديد من دروس الماث. النهارده ان شاء الله الليسون بتاعنا بيتكلم عن حاجه اسمها البوليجون. يعني ايه يا مستر البوليجون؟ قال البوليجون is closed shape formed from straight lines. is closed shape formed from straight lines. يعني ايه يا مستر؟ قال لو بصينا هنا في الشيب اللي قدامي ده هنلاقي فيه البوليجون ده، بسميه بوليجون. ليه بسميه بوليجون؟ قال لي عشان معمول من لاين ولاين 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 ولاين، تمام؟ يبقى بنسميه بوليجون، تمام؟ طيب تعال نشوف الشيب اللي بعديه. الشيب اللي بعديه هنلاقي بنسميه بردك بوليجون عشان معمول من لاين ولاين 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 وكلوزد. اهم حاجه كمان يكون كلوزد. طيب تعال نشوف الشيب اللي بعديه. ادي الشيب اللي بعديه ده كده، يا ترى معمول باللاينز؟ لا. طب هو كلوزد؟ يبقى لازم يكون عندي فيه تو كونديشن. ايه التو كونديشن بتوعي؟ ان يكون كلوزد، تمام، ويكون معمول من ستريت لاين. هو هنا كلوزد بس مش معمول من ستريت لاينز، اوكي؟ يبقى ده نوت بوليجون. طيب تعال نشوف الشيب اللي بعديه ده كمان. الشيب اللي بعديه ده كده هنلاقي فيه هنا لاين وهنا لاين، بس هنا فيه كيرف وهنا في كيرف وهو كلوزد، بس ده كده نوت بوليجون. طيب تمام، تعال نشوف الشيب اللي بعديه. الشيب ده يا مستر هنلاقي ان هو معمول له كلوزد بس ده معمول من كيرف، يبقى ده كده نوت بوليجون. يبقى البوليجون از كلوزد شيب ويز ستريت لاينز، اوكي؟ ده الديفينيشن بتاع البوليجون. طيب تعال كده نشوف حاجه كمان عاوزين نعرفها في البوليجون. قال لي البوليجون، اي بوليجون هيكون قدامي هيكون في عندي ده اللي هو اللاين ده. اللاين ده is called side. is called what? side. يبقى اللاين بنسميه حبايبي ايه؟ side. طيب في عندنا الكورنر دي، شايفين الكورنر ديت؟ اهيت الكورنر ديت، دي الكورنر دي. الكورنر دي بنسميها vertex. is called what? vertex. يبقى بنسمي الكورنر دي فيرتكس. طيب نخلي بالنا بقى من حاجه، السايد البرولر بتاعتها اسمها سايدز، بنحط اس. طب الفيرتكس مش هينفع نحط اس، فبنسميها فيرتيسيز. اسمها ايه؟ اسمها فيرتيسيز. يبقى اسمها ايه يا شباب؟ فيرتيسيز، تمام. يبقى البرولر بتاع كلمه فيرتكس اسمه ايه يا حبايبي؟ vertices. طيب يا ترى هنا في كام سايد؟ لو بصينا هنلاقي في 1 2 3 4. طب يا ترى في كام vertices؟ 1 2 3 4. يبقى اي بوليجون هيكون عنده النمبر اوف سايدز ايكوال النمبر اوف vertices. يبقى نخلي بالنا ان اي بوليجون هنلاقي فيه ان النمبر اوف سايدز equal the number of vertices. طيب حاجة كمان، ان اي بوليجون لما نيجي نعمل له name هنعمل له named according number of sides. يبقى انا بخلي بالي ان اي بوليجون named according number of sides، اوكي؟ طيب تعالى كده نشوف example. بيقول لي هنا الشيب اللي قدامي ده كله هيقول لي ده triangle، تمام. يا ترى عنده كام side؟ هنلاقي في 1 اهوت، هنا في 2، هنا في 3. يبقى عنده 3 سايد، تمام. قال لي لما يكون عندي 3 سايد بقول عليه تريانجل. is called what? تريانجل. طيب تعال نشوف another shape another polygon. البوليجون اللي قدامي ده هتلاقي فيه 1 2 3 4، صح كده؟ عنده 4 سايدز، تمام. اوكي لما يكون عنده 4 sides بنقول عليه quadrilateral. is called what? quadrilateral. again quadrilateral. again quadrilateral. يبقى انا عندي 3 sides is called triangle. 4 sides is called quadrilateral. طيب عندنا في بوليجونز تانية؟ ايوه. تعالى كده نشوف البوليجون ده. ادي البوليجون ده هنا هنلاقي فيه 1 2 3 4
5. قال لي اي بوليجون عنده 5 sides نقول عليه pentagon. It's called pentagon. It's called what? Pentagon. It's called pentagon. تعال كده نشوف another polygon. تعال نشوف البوليجون ده كده. هنعمل count the sides. 1 2 3 4 5 6. عندنا 6 sides. تمام؟ يبقى لما يكون عندي 6 sides is called hexagon. It's called what? Hexagon. Again, hexagon. طيب تعال نشوف another polygon. ادي البوليجون اللي قدامي. ادي هو عنده كام side. تعال نعمل count. 1 2 3 4 5 6 7. عندنا 7 sides. لما يكون عندي 7 sides is called heptagon. Is called what? Heptagon. Is called heptagon. طيب تعال نشوف another polygon. يا ترى البوليجون ده عنده كام side؟ 1 2 3 4 5 6 7 8. عندنا 8 sides. قال لي اللي عنده 8 sides is called octagon. Again octagon. Again octagon. يبقى لما يكون عنده 3 sides is called triangle. لما يكون عنده 4 sides is called quadrilateral. لما يكون عنده 5 sides is called pentagon. 6 sides hexagon. 7 sides heptagon. 8 sides octagon. طيب تعالى بقى يا مستر، هو الكلام ده ممكن انا اسالك فيه ازاي؟ تعالى نشوف هنا بيقول لي ايه. كومبليت نمبر 1. بيقول لي ذا نمبر اوف سايدز اوف بنتاجون. يا ترى البنتاجون عنده كام سايد؟ قال لي عنده 5 سايدز. يبقى البنتاجون عنده كام سايد؟ 5 سايدز. طيب تعالى نشوف انذر اكزامبل. The number of sides of triangle. A triangle عنده كام sides؟ Very good. 3 sides. عنده ايه؟ 3 sides. طيب تعال نشوف another example. The number of vertices of heptagon. يا ترى الهبتاجون عنده كام؟ ايه ده؟ بس يا مستر انت اديتني sides بس، ما احنا اتفقنا ان the number of sides equal the number of vertices. طب السايدز بتاعت الهبتاجون 7، يبقى ال vertices بتاعته تبقى equal 7. اوكي؟ طيب تعال نشوف another example. The number of vertices of quadrilateral. يا ترى الكوادريلاترال عنده كام vertices؟ قال لي عنده 4، عشان هو عنده 4 sides. اوكي؟ طيب تعال نشوف another example. The polygon has 8 sides. المرة دي بقى هو مديني a number of sides وعاوز النيم. قال لي الايت كنا بنقول عليه ايه؟ ايوه octagon. It's called what? Octagon. It's called octagon. تمام. طيب تعال نشوف another question. The polygon has 6 vertices. يا ترى اللي عنده 6 بنقول عليه ايه؟ ايوه hexagon. It's called hexagon. Again it's called what? Hexagon. تمام؟ يبقى أنا محتاج أحفظ the number of sides والname. The 3 sides triangle. The 4 quadrilateral. The 5 pentagon. The 6 hexagon. The 7 heptagon. The 8 octagon. مستر هو في بعد ال 8؟ في بعد ال 8 في 9 اسمه nonagon، وفي 10 اسمه decagon، بس مش علينا، احنا بس هنحفظ لغاية الايت. اوكي؟ وبكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة. اشوفكم في حلقة جديدة. Goodbye and good luck.